الآن هناك أحد المسيرات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي تستهدف الخط الأمامي هنا لقوات الجيش الوطني، ونحن الآن نحاول الاختباء من هذه المسيرة. وكما تشاهدون هذا المترس الذي أقف فيه الآن في منطقة أمريش في الجبهة الجنوبية الشرقية لمحافظة مأرب، حيث تدور الاشتباكات الآن بين قوات الشرعية والجيش الوطني الموجودة هنا في هذا المكان الذي أقف فيه، وعلى الجهة الأخرى في هذه التباب بين ميليشيا الحوثي التي تحاول التقدم بصورة مستمرة. المعارك كانت قوية وشديدة خلال الأيام الماضية، لكن هدأت وتيرتها خلال اليومين الماضيين نظرا للاستهداف المستمر من قبل قوات الجيش الوطني ومن قبل طائرات التحالف التي تكشف هذا المكان بصورة كبيرة وتدمر الأطقم الحوثية بما عليها من عتاد وجنون. نحن ثابتون صامدون رغم الطيران المسير والمدفعية، ولن ينالوا إلى الموت في مأرب.